اذا نحن معكم من قاعه صاب اسلام بالمدينه بالمناره نادي الرياضي. مبروك. الله يبارك فيك. خلينا نقول اليوم مباراة بدايتها كانت شوي صعبة، بعدين أخذتوا الليد وتقدمنا، خبرني شوي على الجيم. سواء أول شيء ربح ربح الحمد لله. مهم كثير إنك تظلك حافظ على الهوم كورت. ديفنسيفلي ما كنا كثير في البرفورمانس تبع الجود ديفنس، 88 بوينتس، مش أكيد عم بقلل من قيمة فريق الهوم ماكمن. عندهم كثير مفاتيح قدروا يسجلوا اليوم، بس احنا كان فينا نكون اكثر احسن على الديفنس. كان بدنا نتعلم من الغلط اللي صار ونرجع نتك على نقطة القوه اللي خلتنا نربح الجيم اذا الله راد، تنقدر نكفي بالسري ان شاء الله، بالاخص الحين على ملعبهم. هيبقى جيم انه ملعبهم ما له معنى هالجيم ابدا، لانه فيك تروح تخسر هنيك ايزلي اذا ما انك فوكس واذا ما عم تلعب بيرفورمانس عالي، بالاخص ديفنسيفلي، لانه هم الطبيعه على ملعبهم هيبقى نسبه الشوتينج تبعهم اعلى من هيك. فلا مش عم نلعب ديفنس حيبقى عندنا مشكل هونيك ان شاء الله ما نوصل هالمرحلة. هارد لك للهوم ناتمان. المهم باسكت بول حلو وبعتقد العالم استمتعت بالجيم. يعني اليوم هيدا الفوز قد ايه مهم قبل السفرة على ايران، قبل مواجهة جورجان بايران؟ اكيد يعني الحمد لله انه انت هيك بتثبت خطاك على كل الاصعدة اللي ماشي عليها، سواء وصل او بطولة لبنان. هيدا الشيء عم بيعطيك دعم معنوي اكتر انك ضلك فوكس، تضلك كل ما تقدر تخفف جيمز عليك، تتقلل تعب واصابات للعيبه، كل ما يكون احسن. يلا مبروك سمعه. ثانك يو لك. شو رئيس مجلس الامناء الاستاذ اسعد سقال؟ اصلا وين هالغيبه؟ انا والله كنت بدبي وعلقنا بهالفيضانات، سو اي مس تو ماتشز. يلا كيف شفت اليوم الجيم؟ لا فريق رائع يعني، الحمد لله الله وفقنا باجانب عاليين، الاداء صار احسن، كان كثير منيح وصار احسن. شوف السكور اليوم 107، عم نسجل كثير الحمد لله. كيف بتشوف السيريه بتخلص؟ صور يعني للرياضه وما بدنا نصيره. كيف بتشوف المواجهه مع جورجان بطهران؟ ليك مالنا سهله على ارضهم، هلا هون الحمد لله تفوقنا عليهم كثير، بس على ارضهم ما بتعرف، هاي باسكتبول، ان شاء الله نحسمها يعني اربعة الجاي 2-0 ونخلص، اذا ما هيك بنروح لجيم 3، ان شاء الله بنخلص. موسم ليك استثنائي انا بعتبره هيدي السنه، بلشنا فيه كثير منيح، عم نحصد كل الالقاب باذن الله المتاحه، ان شاء الله بطوله لبنان قريبا البطل الرياضي. متفائل؟ اكيد متفائل اكيد. يلا جود لك، شكرا لك، ميرسي لك. اذا خلينا نجرب نشوف اذا فينا ناخذ حدا من كمان جي مانوكيان. جي هارد لوك 187، خبرني شو عن جيم. اكيد على التي في والعالم بسطوا بالجيم لانه فيري هايلي اوفنسيف جيم يعني. بالنهايه الفريق الاحسن ربح يعني، رادي حطوا 107 نقط، نحن ما دفعنا منيح ايفن دول الاوفنس تبعنا هيدا هو دائما بنحط تقريبا 90 نقطه، بس ما قدرنا ندافع منيح ويعني بالمناره 1-0 اتس فاين وي كان ليف وذ ات. احد الجاي بنحكي بنزل. يعني كيف بتشوف المواجهة بمزيل؟ ليك اكيد صعبة، السيري كلها رح تكون سيري حلوة ممتعة رح تكون، وبتصور هيدا اللي اليوم فرجيناه انه الماتش كان ماتش كثير حلو، من احلى متوشة انا حضرهم بالرغم من انه خسرنا وزعلان على الخسارة، بس كمان انا دائما فخور بفريقي وفخور بكل شيء عملناه نحن. وي ار ريبيلدينغ هلا، هالسنة فريق جديد كان وبنحكي بالمنارة، بالمنارة قلبي مزر. صح صح، عم ينحكى كثير انه في لعيبه فله من هوم انتمان. مش مزبوط، كله حكي، كله اشاعات، ولا ليجربوا يضعفوا الفريق يعني، حكي بلا طعمه. شو بتقول لهم لجمهور هوم انتمان كرمال فريق سنة الجاي؟ فريق سنة الجاي حيكون اقوى حتى من هالفريق. يلا ثانك يو لك جي.
كمان رئيس الاتحاد استاذ اكرم حابب اليوم اول سري بالفاينل فور، كيف شفت اول شيء الاداء، كيف شفت المباراه، حضور الجماهير، هيك اعطيني ملخص. المباراه سريعه وحلوه، هجوميه والحمد لله انقطعت على خير مثل ما بيقولوا، مبينه السري. يعني الدومي فينال حيكون مثل ما كان الدوري هالسنه مشوق، وان شاء الله بينتهي على خير، وانا برايي بينتهي على خير الحمد لله. ليك الجمهور قد ايه فيه، وانا برايي كمان هلا بنعرف من التلفزيون قد ايه كان في الناس عم تحضر. مثل ما عم نقول دائما معك، كره السله اللبنانيه بغير محل، كره السله اللبنانيه هي امل للشعب اللبناني، وبتفرجي ان الشعب اللبناني فيه ينجح كمان. مرتاحين لك يا مرتاح، اول مره بنكون رايقين مثل ما هلا رايقين. صحيح، هذا بدي اسالك اياه، انه كان الاداء الجماهيري ممتاز، الحضور، يعني كان كل شيء مثل ما بريده الاتحاد. ضمن الضوابط بصير اوقات هيك شيء، بس دغري عم بيسيطروا عليها. بتمنى تكمل هيك وما ما ما تصير غير شيء يعني. الحمد لله. ثانك يو لك. خلينا نجرب نشوف اذا فينا ناخذ حدا من، يعطيك العافية. الله يعافيك. يعني خلينا نقول جمهور الرياض اليوم كان 10 على 10 مثل دائما يعني. الحمد لله دائما 10 على 10 ببيضوا الوجه الشباب. ماتش الحكمة صار ورانا، ومثل ما شفتوا اليوم فول هاوس، وإن شاء الله سيري بتكفي هيك بهالأخلاق، وإن شاء الله خير. يلا جود لك، ثانك يو لك. Thank you.
Thank you.
يلا علي مع حدا بدكم تصوروا مع حدا يلا خلي داني يلا علي مبروك ركز معي شوي بس يلا جاي جاي ركز معي شوي معك حبيبي مبروك خبرنا شوي عن الجيم الحمد لله يعني اهم شيء بالبلاي اوفز خلص الجيم بوين شو كيف ما كانت السيتويشن تبع الجيم الحمد لله لعبنا كفريق كثير منيح غلطنا بكم محل بس هاتس اوف لهم اتمنى قدموا جيم حلوه هلا كل تركيزنا بيروح على جيم وصل لانه ان شاء الله بدنا نجرب انه فينا نخلصها هونيك لنصير خلص بس تركيزنا كله على الدوري اللبناني وما نزيد جيمات علينا يعني شفنا اليوم كذا كومبينيشن عملها الكوتش تون ميكر مع كيكانوفيتش سيمنز مع كيكانوفيتش او تون ميكر مع سيمنز برايك هيدا التنوع قديش عم بفيد وقديش هيدا عم يعطي غنى للفريق اكيد هاتس اوف لكوتش احمد ولكوتشنج ستاف كله ما بنسى حدا فريقنا بقلبه 12 لعيب قدر يلعبوا بحيالة دقيقه كوتش احمد عم بيخلي الكل انفولف بالجيم مثل ما انت قلت صار عندنا كذا تركيبه صرنا بنخوف اكثر هذيك كنا بنخوف هلا بنخوف اكثر وان شاء الله بنضل عم نقدم هيك قدام هيك جمهور كثير كبير اهم شيء نضل عم نفرحهم ونضل نربح يلا مبروك ثانك يو حبيبي ثانك يو خبرنا شوي عن الجيم 187 مباراة هجومية يعني شفنا صح. اول شيء نتيجة متقاربة مع الهومنتمان بعدين اخذتوا ليد ووسعتوا الفريق ليك نمر بهيك جيمز اهم شيء تطلع بربح دفاعنا ما كان 100% مثل ما معودين كل جيم حطوا 88 which is too much بسلتنا بس اذا بس لعب سري خلص تاخد الربح كيف ما اجت تاخدها الحمد لله we came up with the win leading 1-0 هلا بالسري كريدتس للعيبة للكوتشنج ستاف للإدارة وكمان للجمهور فرجوا صورة بتعقد اليوم وهذا بدنا اياه كل جيم هلا فل تركيز على جيم وصل الأربعة هذا الجيم صار ورانا اب 1-0 بكره منوع عم ننسى الجيم ونرجع نفكر بجيم الأربعة هلا راد بس اليوم كان في تحدي بينك وبين جاري تحدي شو ما بعرف لا بالعكس عادي الكومبيتيشن هيدا نمر 100% يعني انا وجيو حتى جيو متخيل رجعنا حكينا باخر الجيم اكيد هذا من دائما بنضل نقوله بايت اوف ذا جيم هيدي يعني بالنهايه الكومبيتيشن هي بتاعت الحماس الجيم بتاعت الجو للجيم واهم شيء ما يصير في مشاكل ما يصير في شيء ضل الكومبيتيشن ضمن الملعب هذا بنقوله دائما للجمهور انه الحماس وكل شيء عرض الملعب 100% لان اللعيبه بيرجع بيخلص كل شيء بعد الجيم صح 100% هذا المطلوب يعني وهذا اللي عملناه وهذا اللي فرجيناه والحمد لله ليك هلا خليك ثاني هايك عم يدق لي هايك ما بيدق لي ولا مره شو هايكو لا بس حد اللوكر قل لي شو بدك شو ناسي هاي
يلا اعطيني الدقيقة. اوكي جيب لك اياها انا. شو ناسي هاي؟ ناسي تي شيرت سوداء بالله. خلص هاي وصلت التي شيرت. يلا احيم على النمر. يلا ايه كفي شو يلا يعني هذا 1-0. كيف بتشوف مواجهة بمزهر؟ بمزهر بتختلف مواجهة عن اكيد اكيد يعني اذا بدهم يحطوا 88 فينا بمزهر حتكون صعبة. ملعب مزهر منه هين ابدا. انا لاعبين بملعبهم سنتين وبعرف بس تبي حنروح جاهزين على الجيم. ما عندنا شيء نخسره هلا. فول فوكس الاربعة ان الله راد نحسم البطولة نرجع الكاس على لبنان معنا. بطلب من كل جمهور لبنان بالنهاية عم مثل لبنان مش بس جمهور الرياضة يكون ورانا يشجعنا مثل ما نحن شجعنا الحكمة بجيم ثالث رابع اللي يتأهل على الفاينل 8. سو اكيد ما حتكون هينه بمزهر بس ما في شيء مستحيل علينا وهيدي هي الخير لقدام. ما تنسى التيشيرت تبع هاي. هيك هيدا ما بيفلوا زي ما شافوا. ناخذ ورمة. تفضل لهون تفضل لهون. تخليني اخذ كده سيلفي. انا من الرحمة. تفضل يلا خبرنا. اول شيء مبروك. خبرنا شوي على الجيم. اسم الله عليك 21 نقطة. الجيم ما كان سهل بالبداية بعدين اخذتوا الليد وعملتوا الفرق. ماشي كان صعب. هم من صعبونا المهم كتير لعبوا بطريقة كتير منيحة. نحن ديفنسيفلي ما كنا منيح لنظبط شوي ديفنس تبعنا. اقول له بمزهر حيكون جيم كتير صعب سو ما فينا نلعب بهذه الطريقة الدفاعية. الف مبروك لجمهورنا الرياضي. هارد لك لجمهورنا هومنتمن. واهم شيء موضوع لازم عن جد ينعمل بده يتركب ايسيت كل ملاعب لانه اليوم الملعب كتير عم زحط. بعد من مزهر حيكون عم زحط اكثر. وبعرف ملعب بيروت بعد اضرب لعيبه بيروت بعرف وقت الشوب شو بصير. مش كرمال شيء بس كمان تفادى الاصابات. اليوم كثير صار في تسحيط على الملعب. بعد جمعه وجمعتين حيصير بعد الشوب اكثر. سو الاتحاد لازم يصر على كل الفرق يتركب ايسيات لانه عن جد خنقه. مش انه نحن عم ننق الله يبلشوا ياخذونا عم ننق بس معقول بحيالله زحطه بالغلط لعيب يتعور يمزق حاله. سو اتس فيري سيريس اتس فيري دينجرس. سو بطلب من كل الفرق يعني ستارتنج من الرياضه يتركب ايسيات بالملاعب لانه كثير عم بيصير شوب وكثير معقول لعيبه تتعور بهالارضيات. يعني اليوم خلينا نقول الكوتش احمد فران استعمل كذا كومبينيشن بالجيم. كيكانوفيتش ميكر بعدين سيمنز ميكر سيمنز كيكانوفيتش. قديش هذا التنوع عم يعطيكم غنى وقوه على ارض الملعب؟ يعني عم نشوف نحن الاجانب تبعنا كثير مش جايين ليحطوا سكور ويفرجوا حالهم. بالعكس عم بفوتوا بالسيستم تبعنا عم يبرموا الطابة كتير منيح عم بيلعبوا عم بياخدوا شوطاتهم لازم ياخدوها عم بيلعبوا ديفنس و great combination. يعني بشوف الستات شيت تبعنا اليوم 1-2-3-4-5 لعيبة فوق الدبل فيجرز 8-9 لعيبة حاطين. سو عم لعب اوفنسيف كتير منيح وشيرينج ذا بول كتير منيح. سو الحمد لله ان شاء الله نضل بهالطريقه. يعني اليوم هذا الفوز قديش مهم قبل ما تروحوا على ايران تواجهوا غورغان الايراني بطهران؟ صح. هلا بدنا ننسى فوز اليوم بدنا نركز على ماتش غورغان وما حتكون سهله ابدا. المهم بطهران اكيد فريق غورغان حيلعب بطريقه كتير مغيره حيكون الضغط علينا هالمره وحيكون هن عندهم فول هاوس. سو بدنا نروح مركزين ونجرب نخطف الفوز بطهران. ثانك يو وائل مبروك ميرسي. روش لاي
يلا تفضل ميشيل. اسم الله عليك. اسم الله عليك شو سريع دغري صرت بالمكتب عم فتش عليك نحن. بدنا نبلش شغل. ايه يعطيك العافية أول شيء خلص جيم ببلش شغل. امبارح خلص جيم الساعة 12. ايه. لحقت ترتاح؟ We don't rest. We rest when we are sleeping أو يلا مبروك فوز مهم اليوم تقدم 1-0 للرياضة على أرضه قدام فريق هومات من ما كان سهل بأول نص المباراة بعدين قدرتوا عملتوا الليد بالكورتر الثالث وسعتوها وحسمتوا المباراة بفرق كبير خبرنا شوي عن جيم خلص ملا عليك أنت قلت كل شيء لا ما أنت خبرني شوي جيم حلو كنا محمسين كتير الجمهور كان ورانا مثل ما معودين just like I'm blessed إنه أقدر ألعب بعد جيم رياضي هومنت من بالمنارة I'm trying to enjoy every moment بس هدي يعني بس وين تفوقتوا عليهم للهومنت من صراحة كنت كتير مبسوط قدروا يسجلوا 88 نقطة يعني دفاعيا كيف كنتوا؟ كنا مبسوطين هاي أهم شيء كنا مع بعض وكنا مسيطرين وهيدا أهم شيء ولازم نبني على هذا الشيء. شو صار معك أنت عصبت بفترة من فترات نرفزت ما معودين عليك هيك صراحة أول مرة هي بكون عندك رياكشن. هاي معورة. تاني مرة بيلبطني عليها هلا عم يفرجوني الفيديوهات يعني إن شاء الله ياخذوا هالحكام اللي بنحبهم بنقدرهم بعين الاعتبار. فكل الإنجري اللي صارت معي رجعت فلاش باك ما كان بدي أقعد سنة برا. عرفت؟ وفي شيء اسمه قصدان وفي شيء اسمه ديرتي بلاي. بتمنى يكون ما قصده بتمنى والله قد من قلبي لانه عيب وحرام واحد يتعور من 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 باد بلاي فبس هيك خلصت صارت وراك شو هي هيدي الشهاده اللي شيء اللي صار يعني ما عم بعرف عم شو عم تحكي اوكي حلو حبيت اليوم هذا الفوز قدام مهم قبل ما تروح على طهران مباراه صعبه قدام جورجان نمر صرنا هاي رابع اندري بتقلي قد ايه هالفوز مهم اوكي ما فينا بدنا نكب ورانا ما هو الفوز دايما مهم السيزن تبعنا كتير طويل صحيح. الفوز او الخساره doesn't matter نحن مهم نتعلم مهم نعطي من قلبنا النتيجه هي مش بايدنا اوكي هي بارت اوف ذا جيم نحن اللي فينا نسيطر عليه هو الديسيبلين نسمع للكوتش نطبق الاكشن بلان اللي احنا حاطينه رسمينه والنتيجه يعني عند الله مش عنا كومبينيشن كذا كومبينيشن استعمل اليوم الكوتش احمد فران كيكانوفيتش ميكر حلك على هذا الموضوع
كيف عندك 4 ايام 5 ايام 6 ايام 7 ايام 8 ايام 9 ايام 10 ايام وطلع الحمد لله الحمد لله نحن فريق ديب كل واحد عنده هيك دور تبعه يقدر يعطيه كوتش احمد بده يعرف وعم بيعرف وعم بيعملها بيرفكت اي لاف ات منا سهلة ابدا صراحة اكيد كيف بتشوف المواجهة الثانية بمزهر يعني ارض مزهر منا سهلة جمهور مات من منه هين على ارضه المباراة عشان هيك بقول لك الربع والخسارة منه هو مهم مهم نعطي كل شيء عنا احنا معودين نطلع لفوق معودين تكون جيمات كثير صعبة في منهم نربحهم في منهم نخسرهم النتيجة مش ما بتعنيني انا مهم نعطي من قلبنا وانا مأكد لما نعمل هذا الشيء النتيجة بتكون لصالحنا يلا ثانك يو مبروك نمر انا بتشكرك انه انت بالمكتب هذا ثاني مكتب بنعمله اول واحد هو القديم هذا الثاني هذا صار فينتج هلا في الثالث والرابع ان شاء الله كنا امبارح بالماتش كمان تبع ثلاث ساعات بس لو انتم بزهقانين بتفلوا لا ما انا مفل انت بتعرف انا مفل اوكي بس لانه جيم هاي ليفل صح متقارب عم بتشوف ناس عم بتقاتل I love it أنا أجواء كانت كتير حلوة صراحة كان كتير في كوتشية كان كتير في لعيبة كان يعني كانت عائلة كرة سلة إذا بدك كلها مجموعة عرس كرة سلة especially للشباب وعن جد أجان نتشكر البريزيدون والماتر اللي عم بيواكبونا بيعطونا دفع كتير كبير يعني لما يشوفهم بالملعب لما نشوفهم يعني زهلني هونيك يعني احنا شو الحجة تبعيتنا ما نعطي الماكسيموم نعطي الماكسيموم ثانك يو يلا ثانك يو لك لكن بنختم في احلى من هيك نختم مع كابتن الرياضي وكابتن منتخب لبنان امير سعود ما في احلى من هيك ثانك يو لكم والى اللقاء